معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من مدينة ملبورن المتخصص في الشأن الإيراني سيد ميثاق عبد الله، مرحبا بك. إذا النائب عن قائد الحرس الثوري ذكر أن قواعد إيران منتشرة في المنطقة وهي مستعدة لمواجهة القوات الأمريكية. هل تعتقد أن إيران مستعدة فعلا لمواجهة مع الولايات المتحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعني أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. طبعا برأيي أن الآن إيران ليس في صدد مواجهة إيران، بحيث أن أمنها الداخلي متزعزع جراء المظاهرات ونقمة الشعب الإيراني وقبلها الشعوب المحتلة التي تقود انتفاضات وتظاهرات كبيرة ضد النظام الإيراني. طبعا هي صراحة مصدر قوة إيران في المنطقة هي الميليشيات التي متواجدة في لبنان والعراق وسوريا ولبنان، وكذلك خلاياها المتواجدة في الخليج العربي للأسف الشديد. فلذلك أنا لا أعتقد أن إيران تستطيع أن توجع الأمريكان في المنطقة العربية، ولكن ومن حيث أن حتى كذلك أمريكا لا تريد مواجهة إيران بصورة مباشرة. قد يكون العراق والقاعدة الأكثر أهمية لدى إيران، هل تعتقد أن الحكومة في بغداد يعني يمكن أن تورط البلاد في مواجهة إيران وأمريكا إن حدث ذلك؟ كما تعلمون أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على العراق أن لا تستورد الغاز من إيران. طبعا برأيي أن الأمريكان سلموا العراق إلى إيران على طبق من ذهب بعدما كان في نظام حكم عادل في زمن الشهيد الرافض صدام حسين. أما أن على رغم أن مزاعم ترامب أن ألجم النظام الإيراني، ولكن لا يوجد مؤشر على حدوث تغيير في سلوكه في المنطقة. وكذلك ترامب ليس الوحيد الذي يريد التخلص من نشاطات النظام الإيراني الإجرامية، ولكن إلقاء اتفاق نجح في تقليص برنامج إيران النووي هو ليس الرد المناسب. والذين يعتقدون أن العقوبات على إيران الهدف منها تفقير الشعب الإيراني، أنا برأيي فهم أنهم مخطئون. فقد وضع الرئيس الأمريكي استثناءات لعدد من الدول منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية. طيب هناك من يرى أيضا في ظل هذه التصريحات الإيرانية المتشنجة، يعني كيف ترى رد الفعل الأمريكي المحتمل على هذه التصريحات؟ أنا برأيي أن وظيفة العقوبات التي وضعتها إدارة ترامب هي فقط أن تضع القيادة الإيرانية تحت الضغط لتقبل بالتنازلات، وعلى أوروبا برأيي أن دعم الجهود الأمريكية بدلا من التكهن بأن سياسات ترامب ستؤدي إلى كارثة. وهي العقوبات الأمريكية على إيران هي فقط تعميق لعزلة طهران في المنطقة. طبعا كل المواقف الدولية الحالية المعلنة هي مجرد برأيي كلام فضفاض. فلو كانت القوة الدولية جادة في تغيير النظام الحكم في إيران والتخلص من إرهابه لكانت دعمت الشعوب المحتلة من قبل إيران بحقها بتقرير المصير وتحرير بلادهم واستقلالهم من تحت سيطرة الاحتلال الصفوي. لكن القوة الدولية اليوم تستخدم إيران بمثابة شرطة للمنطقة لإرهاب دول المنطقة وزعزعة الوضع فيها، لأن زعزعة الوضع سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار يؤدي إلى نزاعات والحروب. وهذا ما تريد القوة الدولية التي تعتاش على الحروب من خلال تجارة السلاح والدماء التي تسفك في دولنا العربية والإسلامية. فلذلك أنا لا أقول أن القوة الدولية توجد أي جدية من قبل المجتمع الدولي، لأنها لا تدعم الشعوب المقهورة. ونحن لا نعول على القوة الدولية لأنها لم تدعمنا، ولكن القوة الدولية في العلن تعلن بأنها ضد إيران، لكن في الخفاء تدعم النظام الصفوي لأن نظام غير إسلامي وعايش على الحروب وسفك الدماء. لذلك القوة الدولية تريد بقاء في سدة الحكم. أشكرك من مدينة ملبورن متخصص بالشأن الإيراني ميثاق عبد الله عبر سكايب.